المسرح صعب، وانت بتحب المسرح وبتحب التمثيل، انت اصلا واحد كمان ده طلع بابا الدكتور اصلا بيحب التمثيل، فنقول انها ايه اتس رانينج ان ذا فاميلي يعني. لو دلوقتي قدامك الاختيار تختار مسرح ولا فيديو ولا سينما، هتختار مين فيهم في الاعمال؟ لا سؤال صعب. ليه؟ الاجود الاجود في اللي هيجي انا هعمل. مين المخرج نفسك تشتغل معاه؟ كامل ابو ذكري. الله. بس كاملة مركزة الفترة دي اعتقد في الفيديو اكتر في المسلسلات. بس كاملة يعني هتجيبك اذاكر انا عدت على الترابيزة هتمس يعني المسلسل هياخد وقت طويل. انا ده اصلا انا بحب ده. انا بفتح اصلا لما طبعا اي عمل تحضر له هو جامد هيطلع كويس دايما كده. اي عمل بيتحضر له بجد والناس بتقعد تحضر وتذاكر وتشوف والممثلين بيتقابلوا ويتكلموا في الكاركترز والدراما والحاجات دي، ده لازم يبقى كويس. هل في حاجة قريتها قريب نفسك تعملها، رواية أو قصة حد أو شفت شخصية قلت الله أنا نفسي ممكن في يوم من الأيام أعمل الشخصية دي؟ لا، ولو في مش هقول. ليه؟ علشان ما حدش ياخدها. دي بقى إيه الأنانية بتاعت الممثلين بقى، يقول لك شوية أنا يعني من حقي شوية برضه يعني. لا لا بحقك طبعا ما أقدرش أقول لك أي حاجة. مين صحابك من الفنانين؟ بما إننا أحمد ما بنعرفش عنك حاجة قوي يعني. فانا ما صدقت ان انا قابلتك عشان اعرف عندك شويه تفاصيل. صحابي زاهر، احمد زاهر، شريف سلامه، عمرو القاضي، عمرو يوسف، حسن الرداد. والله صحابي كتير يعني. طب هل الشله دي ممكن تخرج مع بعض بما ان في جزء منها من شله الدالي كده، تخرج مع بعض تروح تلعب كوره وبتاع تعمل كده ولا بتعملوش كده؟ ممكن ما يتقابلش بقى كتير جدا. انا وعمرو وحسن ما يتقابلش بقى لنا كتير مثلا، بس انا اعرف كل حاجه عنه وهم يعرفوا عني حاجات كل حاجه. صحابي تانيين شريف، عمرو، زاهر، بنتقابل بشكل اكبر يعني. ايه اللي جاي؟ بتقرا حاجه الفتره دي؟ نفسك تعمل ايه؟ ايه اللي جاي؟ بصي الحقيقه ان انا بقرا حاجه دلوقتي بس ما اعرفش اذا كنت اعملها ولا لا، وبنسبه سينما كبيره فيديو مسلسل. مسلسل لرمضان، بس بنسبه كبيره مش حاسس انه احقق اللي انا عايزه يعني. مش عايز تعمل اكشن مثلا؟ ماشي. اصل على فكره انت يعني عندك الحته دي. اوكي حاضر. انا جاهز. لا اصل انت في الاخر انت راجل دارس تمثيل وشكلك فت يعني، انت برضو مع شويه تدريبات مع حاجه ممكن تعمل حاجه اكشن اعتقد برضو تبقى حلوه ومختلفه. أعتقد ما فكرتش؟ اعتقد انا يعني انا عملت حاجات فيها كده يعني، بس انا قصدي يعني تبقى بروفيشنال اكتر شويه. اكشن اكشن يعني بالظبط. ممكن ممكن